السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد من دورة احتراف صيانة الشاشات العادية. في فيديو اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول إصلاح هذا التلفاز. طبعا التلفاز قاطع نهائي، يعني ليست به لا لمبة حمراء ولا يشتغل، لا يقلع، وليس يعني لا يفعل أي ردة فعل بعد تركيب القابس في مأخذ التيار الكهربائي. إذا وكملاحظة بسيطة، كما تلاحظون الجهاز يعني نظيف لأنني قمت بتنظيفه عادة، فالفني يعرف هذا جيدا. عندما تفتح التلفاز أنت تجد به ما يقارب النصف كيلوغرام من الغبار المتكدس كما تلاحظون في هذه النقاط هنا. على هذه الشكل يكون التلفاز ككل كما تلاحظ هنا، فقط هنا طالت عملية التنظيف. أول شيء سنقوم ب يعني إخراج الشاصي لنلقي عليه نظرة لنعرف أين يوجد الخلل أولا، قبل يعني أن نعطي احتمالات وما إلى ذلك. إذا نقوم بنزع يعني كل الأسلاك. هذه الأسلاك أغلبها حتى لو أعدتها في مكان ليس مكانها المخصص لن تقع في إشكال، إلا يعني مأخذ الـ RCA. جيد، إذا هذا هو الشاصي الخاص بهذا التلفاز كما تلاحظون. سنقوم بقلبه طبعا بهذه الطريقة هكذا. طبعا كما تلاحظون هذا هو الشاصي من الأسفل وهو نظيف، ليست هناك أثار أي حروق أو ما شابه. بالملاحظة بالعين المجردة ليس هناك يعني أي انتفاخ على مستوى الباور سبلاي هنا، لذلك سنقوم بفك يعني الشاصي من هذه القطعة البلاستيكية البيضاء أولا. إذا بعد نزع يعني القطعة البلاستيكية سنقوم بقلب الشاصي لقياس. أولا يجب نزع هذا السلك العريض هنا حتى لا يعرقلك. هذا السلك يعني ديفليكشن او ديفليكتور، لا تخاف لن تقلبه. كما تلاحظ هناك طرف معزول وباقي الاطراف متقاربة. هذا الطرف يكون متوجها الى اللاين هو ومن معه، وهذين الطرفين متوجهين الى اس الفيرتيكال. هذا الطرف الغيه حتى لا يكون عرقلة، ولا تخاف لن تقلبه عندما تعود وتركبه. بالنسبة للبوردة يعني هناك من يرتاح في القياسات من الاسفل من هنا، وهناك من يريد ان يقوم بالقياسات من هنا. طبعا بالنسبة لأننا سنقوم ب يعني القياس من الجهتين حتى يعني يفهم الكل الموضوع كيف يعني يسير. بالنسبة لي سبق وشرحت في دورة تقريبا 50 حلقة عن طريقة تتبع المسارات في الشاشات العادية. اليوم إن شاء الله سنتمم وسنشرح طريقة تتبع العضل، ومن المفروض أنك تعرف كيف تكونت الباور سبلاي وما هي القطع الأساسية وما إلى ذلك. إذن بالنسبة لي أنا لا أعرف هل التلفاز في حالة شورت تماس أو حالة قطع، بمعنى هل هناك تسريب في الباور سبلاي أو هناك يعني ارتقاء الموجب مع السالب في نقطة معينة. يعني الفيوز ليس مضروبا، بمعنى حتى إذا كان هناك مشكل فهو متقدم في الباور سبلاي وليس في يعني بداية الباور سبلاي. طبعا هذين هما مدخلين للـ 220 فولت. لاحظ معي هذا هو الفيوز، طبعا هنا مكتف سيراميكي وهنا ملف. طبعا الملف كما ترون هو يعمل، طبعا كما ترون الملف ليس شورت، طبعا يعمل إلى حدود الساعة. هذا هو الطرف الأول. الطرف الثاني من 220، بعد يعني المكتف السيراميكي والملف نأتي إلى هنا حيث توجد NTC، وبعد الـ NTC أو الـ PTC وهي مقاومة يعني بوزيستور خاصة بالألوان. هنا مأخذ يعني هذا السلك الأسود الذي يكون محيطا بالشاشة ولذلك لتثبيت الألوان. هنا نجد 4 ديودات البريدج. لاحظ الديود الأول، الديود الثاني، الديود الثالث والديود الرابع. طبعا الديود الأول يبدو أنه شورت، الديود الثاني أيضا شورت، الديود الثالث شورت، والديود الرابع أيضا شورت. يعني يمكن أن يكون هناك فقط ديودين يعني في حالة الشورت، لكن كل الديودات تعطي
يعني العطب. هنا كما تلاحظون الملف هو شرط، لأن الديودات في حال التماس بالنسبة للمكتف كذلك سيكون، وباقي الأجزاء حتى الترانزستور في حالة شورت. بمعنى أن المشكل قد يكون من هنا، قد يكون بعد هذه النقطة، لكن إذا اعتبرنا أن هذين يعني الطرفين متماسين فأغلب الظن أن الديودات هي سبب المشكل. طبعا بالنسبة لي ليس لدي الوقت لنزع الديودات وفحصها، سأقوم بقطع يعني أطراف الديودات من الجهة الأخرى وسنتمم الشرح حتى لا يكون الفيديو طويل جدا، يعني عوض تضييع الوقت في يعني تسخين المكواة وما إلى ذلك. سنقوم بنزع الديودات مباشرة. بالنسبة لك أنت غير مجبر على نزع الديودات، يجب عليك تتبع العطل ببطء، لكن بالنسبة لي وحتى تكون المعلومة جيدة وتصلك يعني بسرعة، يجب عدم تضييع الوقت مع الديودات. لذلك سنقوم بنزعها بهذه الطريقة، ولو أنها يعني عملية فوضوية شيئا ما، لكن يجب عدم تضييع الوقت وحتى لا يكون الفيديو طويل جدا والمحتوى يعني ليس بالكبير، لأن الشاشة هي الشاشة عادية فقط، ليست شاشة حديثة وما إلى ذلك، فقط كإتمام للدورة. لاحظ معي جيدا، قمت بنزع الديودات الأربع. سأضع البوردة بهذه الشكلة. طبعا الديودات تظهر لكم هنا في هذه النقطة بعد البوزيستور. سنقوم يعني بفحص الديودات. لاحظ معي، كما تلاحظ يعني يظهر، سأجعلها تظهر بشكل أفضل. لاحظ معي جيدا، كما تلاحظ هذا الديود مضروب وهذا الديود مضروب، بينما هذا سليم وهذا سليم. إذا سنقوم بتعويض الديودين كخطوة أولى. عادة إذا كنت تريد أن تقوم بعمل يعني جيد واحترافي، يجب أن تعوض الديودات الأربع جيد، لأن كثرة الاستعمال يعني تصبح الديودات هشة، وكثرة السخونة يعني تصبح الديودات يعني في حالة هشة وقابلة للتلف في أي لحظة. لذلك كنصيحة مني، غير الديودات الأربع، لن تجد مشكل في تغيير الديودات الأربع. إذا أردت يعني اختيار ديود يمكنك الرجوع إلى حلقة شرح الديود، ستجد العديد والعديد من الديودات وشرح تفصيلي للأرقام وكل ذلك. إذا سنقوم بتغيير هذه الديودات، بالنسبة لي سأقوم بتغيير الديودات الأربع و نتمم الشرح إن شاء الله تعالى. تغيير البريدج الأربع ديودات كاملة هي هذه كما تلاحظون هنا، يعني سنقوم بالقياس. لاحظ معي جيدا، القياس من الجهة جهة التيار الأولية وجهة الجهد الأولية. طبعا ليس هناك شرط بالنسبة للديودات نفسها، ليس هناك شورت. بالنسبة للجهة يعني الثانوية، لاحظ هناك شورت، بمعنى أن لا زال عطل آخر في هذه النقطة هنا، يجب البحث عنه. طبعا أول قطعة تكون يعني مصدر العطل في الباور سبلاي هي ترانزستورة طبعا، أو أي سي تقطيع بصفة عامة. سنقوم بفحص ترانزستورة كما تلاحظون. بالنسبة للترانزستورة، قياس كل من كوليكتور ولاباز ولاباز والإيميتور كوليكتور، يعني الكل شورت. هناك ترانزستورة صغيرة أيضا تكون سبب الإقلاع كما تلاحظون، هي أيضا شورت، لكن هذا لا يعني أنها مضروبة، قد يكون المشكل من الترانزستور الكبير. إذن القطعة التي سيتم نزعها هي الترانزستورة الكبيرة، و قياس البوردة، نقيس الترانزستور خارج يعني البوردة. إذا كانت الترانزستور شورت نقوم بتغييرها، وإذا استمر يعني العطل على مستوى البوردة سنبحث عن قطع أخرى تالفة. إذا أولا سنقوم بتغيير الترانزستور، أو على الأقل نزعها وقياس الترانزستور وقياس
مكانها في الشاصي لنتأكد هل هناك قطع أخرى شورت أم هي فقط المتسببة في العطل. إذن هذه هي الترانزستورة كما تلاحظون دي 1701 أو 1710. سنقوم بقياس ترانزستورة. طبعا الترانزستورة هي مضروبة كما تلاحظون. هذا لا يعني أن ليس هناك أي عطل آخر. سنقوم بالبحث في الشاصي. الآن سنقوم بشرح بعض التفصيلات الصغيرة والتي لا يجب أن تغيب عنك. ركز معي جيدا. هذه المنطقة هنا توجد بها هذه القطع الصغيرة. هذه القطع الصغيرة مع الأوبتوكوبلر مع هاتين المقاومتين مسؤولة عن إعطاء نبضة القدح للترانزستور الكبيرة. إذا كانت هذه القطع الصغيرة تالفة فما إن تركب الترانزستور الكبيرة ستضرب في ساعتها. بمعنى إذا تلف أحد هذه المكونات الصغيرة أوتوماتيكيا بعد تلفه بأجزاء من الثانية تضرب الترانزستور الكبيرة. جيد. بعد تغيير الترانزستور الكبيرة لا تشتغل إلا ثواني، بمعنى لا تكاد أنت ترى اللمبة الحمراء حتى تضرب الترانزستور. يعني أن هذه القطع الصغيرة إذا لم تكن في وضع جيد فالترانزستور ستضرب كلما ركبتها، يعني ستركب ترانزستور جديد تضرب في حينها. لذلك يجب أن تقوم بفحص هذه المكونات فحصا دقيقا قبل تركيب الترانزستور. إذا كانت ترانزستور اللاين مضروبة فالمشكل أقل حدة من أن تكون ترانزستور الخاصة بالباور سبلاي مضروبة، لأن هذه كما سبق وذكرت تتحكم بمكونات صغيرة. هذه المكونات الصغيرة تضرب الترانزستور الجديد التي ستركب، لا أتحدث عن القديمة. القديمة قد رميت. إذا سنقوم بفحص هذه المكونات الصغيرة قبل تركيب ترانزستور الكبيرة. وطبعا الترانزستور الكبيرة ستجد في الموقع لائحة بالترانزستورات الأقوى، يعني من الأفضل نحو الأرضاء أو من الأرضاء نحو الأفضل. ركب ما شئت، لكن يعني حاول أن تقوم بتركيب ترانزستورات قوية حتى لا تفسد منك. يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني يكون التلفاز، على سبيل المثال سأعطيك مثال بتلفاز ال جي. تلفاز ال جي به ترانزستورات تكون قوية، إذا ركبت ترانزستورة عادية تضرب، يعني ليس هناك خطأ لكنها تضرب، لأن التلفاز يحتاج أمبير عالي ما يجعله يسحب يعني تيار عالي فتضرب ترانزستورة. وهناك بعض الحسابات المعقدة التي تتسبب في ذلك. لذلك كل ما عليك هو حاول أن تركب ترانزستورات أقوى. ولمراجعة يعني الترانزستورات حوالي 10 ترانزستورات المتداولة بقوة أو بكثرة في المجال، يعني مجال الصيانة ومجال الفنيين، ستجدها في الموقع إن شاء الله تعالى. إذا سنقوم أولا بإكمال القياسات. سنلاحظ أن هناك تلف في مكونات أخرى مثل دايود زينار أو ترانزستورات القدح الصغيرة أو ترانزستورات الأوبتوكابلر أو إذا لاحظ معي جيدا، هذا هو مكان الترانزستور. هنا كانت هذه المنطقة يعني بها يعني شورت، لاحظ الآن هي صامتة كما تلاحظ. الآن المنطقة صامتة، لكن لاحظ معي هنا لم يعد هناك أي صفير. المكتف يعني يعمل. بالنسبة للمحول المكتفات السيراميكية هي تعمل. هنا عبارة عن سلك، هنا لدينا مقاومة فيوزية، هنا لدينا مكتف. لا يجب أن يصفر هذا المكتف. إذا ما يعني أن هذه الترانزستورة هي مضروبة. سنقوم بفحص الترانزستورة الثانية. طبعا يبدو أنها تعمل بشكل جيد. بالنسبة للزينار فهذه الزينارات يعني تبدو سليمة، لكن سنتأكد فيما بعد. إذا هناك يعني مشكل الترانزستورة، إما أن قيمة المقاومة صغيرة جدا لذلك تسمع هذا الصوت في الملتيمتر. طبعا لا يبدو أن الصورة واضحة، لذلك سأحرك الشاشة قليلا. نحن نقوم بالقياس في هذه النقطة هنا بين هذا الطرف، يعني بين لاباز والإيميتور، فهي تصفر. إذا كانت هذه المقاومة قيمتها صغيرة جدا فهي سبب صفر.
لكن إذا كانت قيمة المقاومة كبيرة فالترانزستور مضروبة، وإذا كانت هذه الترانزستور مضروبة إذا ركبت الترانزستور الكبيرة فهي ستضرب في لحظتها كما سبق وأسلفت الذكر. إذا سنقوم بفحص المقاومة. إذا المقاومة تقريبا متسخة سوداء، ليس هناك ولا معلم. لذلك سنقوم بعزل المقاومة وسنلاحظ ما الذي سيحدث، لأن المقاومة لا ليست لها أرقام واضحة من هذه النقطة. طبعا وكأنه أحدهم قام بتغييرها بمقاومة قديمة. إذا قمنا بعزل المقاومة، وهذا يعني كفكرة للمبتدئين الذين يواجهون مشكل في قياس المقاومات أو في معرفة ألوان المقاومات. طبعا لست مجبرا لقياسهم أو معرفة ألوانهم، هناك برامج تغنيك عن ذلك. سنقوم بالقياس بعد عزل المقاومة. إذا ركز معي جيدا. هنا الطرف الأول كما تلاحظ بعد نزع المقاومة بقي يعني الشورت، يعني أن إما أن المكتف السيراميكي مضروب أو أن الترانزستور. في حالتي أنا سأقوم بنزع الترانزستور لأنها هي الأكثر تعرضا للتلف وهي الأكثر احتمال أن تكون هي المسبب للشورت، لذلك سأقوم بنزع يعني الترانزستور أولا. بالنسبة لمن يسأل عن الكاويات، يعني كاويات اللحام وبعض الأسئلة، أجل الأسئلة في المجموعة بخصوص الكاويات. طبعا هذا النوع من الكاويات هو من أرضى الأنواع، سواء وجدت عليه 60 واط أو 40 واط فهو رديء. ستجدون هناك يعني كاوية زرقاء سبق و يعني ظهرت في شروحاتي السابقة، هي أفضل نوع بالنسبة للمغاربة وهي لا تتعدى 40 درهما من حيث السعر. طبعا قد تقول لي أنني اشتريتها ولم تكمل لدي حتى الشهر وتلفت. الكاوية عندما تكون يعني في وضع التشغيل فالمقاومة الداخلية تكون يعني حمراء كالمعدن القريب من الانصهار. إذا قمت بوضعها بقوة أو قمت ب يعني بضربها مع شيء فهي يعني تضرب المقاومة الداخلية في لحظتها وتتلف الكاوية. لذلك إذا استعملتها برفق ستدوم لك أكثر، أو يمكنك استعمال يعني كاويات الهوت اير فهي أيضا أقوى من الكاويات العادية في بعض أنواع الهوت اير مثل 850 وما إلى ذلك. بينما هذه الكاوية التي أعمل بها حاليا فهي من أرضى الأنواع، سواء من حيث يعني التصاق اللحام بالرأس الخاص بها أو يعني من حيث السخونة. إذا كما ترى هذه هي الترانزستورة، هذه الترانزستورة وهذا هو مكانها هنا. سنقوم بقياس ترانزستورة. طبعا ليست هناك ترانزستورة تقوم بإصدار صفر، هناك ترانزستورة اللاين. سنقوم بشرح يعني ترانزستورة اللاين فيما بعد. و كما تلاحظون الترانزستور لا يجب يعني أن تصفر في كل الأحوال. إذا الترانزستور مضروبة سنقوم بقياس مكانها في الشاصي لنتأكد يعني هل هناك، هل لا يزال هناك شورت أم يعني أزيل المشكل. إذا كما تلاحظون لم يعد هناك أي مشكل.
إذن إلى حدود الساعة يعني لدينا قطعتين تأليفتين سنقوم بتركيبهما، وطريقة تركيبهما يعني نعتمد على هذه القطع التي قمنا بنزعها للتعرف على القطع التي ستركب مكانها وستعمل بكفاءة عالية. حدود الساعة اكتشفنا ثلاث يعني مكونات تالفة في هذا الجهاز. أولا الديودات وقمنا بتغييرها، بعد ذلك يعني اكتشفنا أن الترانزستورات يعني الباور سبلاي أيضا مضروبة، واكتشفنا أيضا أن ترانزستورات القدح الصغيرة أيضا مضروبة. هاتين أو هذين المكونين يكونان ديم يعني دوما بجانب بعضهما، وهذه الترانزستورة تعطي أمر التشغيل لهذه الترانزستور الكبيرة. طبعا في حال تلف هذه الترانزستور كما سبق وذكرت، فالترانزستور الكبير أيضا تتلف في لحظتها. لذلك عندما تقوم بتغيير الترانزستور الكبيرة دائما عليك يعني اتخاذ الحيطة والحذر مع هذه الصغيرة، لأنها ستضرب منك القطعة الكبيرة. بالنسبة للتغيير هذه القطع، هل سأحضر يعني قطع وبدائل يعني طبق الأصل؟ الجواب هو نعم في بعض الأحيان، في بعض الأحيان لا. الترانزستورات تصنف من ضعيفة إلى قوية. بالنسبة للترانزستورة القوية تعمل مكان ترانزستورة قوية ومكان ترانزستورة ضعيفة، بينما بالنسبة للترانزستورة الضعيفة فهي تعمل مكان ترانزستورات أخرى ضعيفة. ستقول لي كيف أعرف وكيف أحدد؟ ستجد يعني في الموقع يعني الأرقام من الأضعف إلى الأقوى كما سبق وذكرت. بالنسبة للترانزستورة الصغيرة فيمكنك وجد يعني إيجاد بدائل يعني انطلاقا من الريتينج الخاص بها، والريتينج نقصد به أن يعني خصائصها أو خواصها من حيث الفولتية الداخل والخارج، فولتيات من الكوليكتور إلى الإيميتر وما إلى ذلك، أو باختصار قدرة تحمل هذه القطعة من الفولتية جيد أو من الجهد بصفة عامة. طبعا نفس الشيء ينطبق على القطعتين يعني اعتبارها أنها ترانزستور قوية أو ضعيفة، ما علينا. إذن هاتين القطعتين المضروبتين سنقوم يعني بالتأكد مرة أخرى منهما. بالنسبة لترانزستورات اللاين فطرفين يعني الطرف الأول والثالث طبعا يعطيني صوت عندما يكون أنا مركبا في البوردة، بينما خارج البوردة لا يجب على أي ترانزستور أن يعني أن تعطي صفارة. لذلك كما تلاحظون الأطراف الثلاثة يعني تصفر. بالنسبة للترانزستور الصغيرة 3807 كما تلاحظون هي الأخرى تعطي صفيرة. بالنسبة للبدائل، بالنسبة لبدائل ترانزستور كبيرة ستجدونها في الموقع، بينما بالنسبة لهذه يعني بدائل هذه الترانزستور توجد ترانزستور أخرى صغيرة الحجم شيئا ما لكنها تعمل بديلة، وهي هذه ترانزستور C2305 موجودة يعني بكثرة في أجهزة التلفاز القديمة وفي السوق وفي كل يعني عند كل من يبيع القطع الإلكترونية. كما تلاحظون هذا هو الاسم الخاص بها يعني C2305 هي بديلة لC8307، ويمكنك تركيبهما مكان بعضهما. في حالتي أنا لن أركب بديل، سأركب يعني قطعة جديدة يعني ترانزستورة جديدة من يعني من 8307 كما تلاحظون. قبل ذلك سنقوم بقياسها، طبعا القياس فقط لتجنب يعني وجود بها شورت أو ما شابه، وبالتالي تقوم بإفساد علينا باقي القطع. كما تلاحظون القطعة تقيس بشكل جيد. إذن سنقوم بتركيب القطعة الصغيرة أو ترانزستورة الصغيرة أولا، ثم سنقوم بتركيب ترانزستورة الكبيرة إن شاء الله تعالى. بالنسبة للترانزستورة الكبيرة بالنسبة لي أنا سأقوم بتركيب ترانزستورة أخرى يعني دي الأولى اسمها D1710، سأقوم بتركيب ترانزستورة أخرى D5038 وهي أيضا ستجدونها في اللائحة التي سأضع في الموقع لترتيب يعني الترانزستورات من الأقوى إلى الأضعف. طبعا هذه الترانزستورة لم أرى أو لم أطلع على الداتاشيت بها الخاصة بها ولا الريتنج الخاص بها، فقط سأقوم بتركيبها أولا ثم نطلع على ذلك يعني تلك المعلومات سويا.
عادة عند الفني فهو يعتمد على هذا الحرف في الأول وفي الأخير وبعض الأحرف التي سأشير إليها طبعا في الرابط الذي ستجدونه أسفل الفيديو. بالاعتماد على هذه الحروف تستطيع إيجاد يعني بدائل للقطعة التي تلفت معك دون الاطلاع على الداتاشيت وبسهولة ما. إذا سنقوم أولا بتركيب الترانزستور الصغيرة ثم سنكمل الفيديو. إذا بعد تركيب الترانزستور الصغيرة كما تلاحظون هي في هذه النقطة هنا. إذا بعد تركيب الترانزستور الصغيرة تبقى لنا الترانزستور الكبيرة. طبعا هذه الأشياء تقوم بها بعد التأكد من أن ليس هناك أي مكون مضروب على مستوى الباور سبلاي، لأن أي مكون سيتسبب لك في تلف الترانزستور الجديدة التي ستركب. لذلك الفحص ثم الفحص وبروية، ولا تتسرع في الحكم على سلامة القطع. وهذه فقط نصيحة لمن أراد أن يعمل بها، وذلك لأن أغلب المكونات خصوصا أخص بالذكر الزينر يعني الديود زينر فهو يعني معرض للتلف خصوصا مع ضرب الترانزستورة الكبيرة. فالزينر هو أحد أكبر القطع المكونات والمكونات المعرضة للتلف، لذلك يجب أن تقوم بالفحص بروية ولا تتسرع في تركيب الترانزستورة الكبيرة، ولا تتسرع في تركيب الترانزستورة خصوصا إذا لم تقم يعني بمراجعة الترانزستورة الصغيرة، والتي كما سبق وذكرت هي الأخرى تسبب تلف للترانزستورة الكبيرة. يعني أتحدث عن الترانزستور الكبيرة الجديدة التي ستركب، ليست القديمة. القديمة قد تلفت وأزلناها وانتهى الموضوع. لكن هنا نتحدث عن الترانزستور الجديدة. إذن جيد، سنقوم بتركيب هذه الترانزستور ايضا. بعد تركيب الترانزستور الكبير ايضا كما تلاحظون. بالنسبة لي يعني لا اركب يعني لمبة الاختبار عندما اقوم بتشغيل الجهاز، لانني قمت بفحص هذه المكونات جيدا. بالنسبة لك يعني لا اشكك في قدرة المبتدئين، لكن يعني احرص على السلامة اولا. لذلك استعمل اللمبة، ويمكنك الرجوع الى الفيديو الاول من شرح يعني دورة صيانة التلفاز العادي، ستجد طريقة تركيب اللمبة واين تركبها وما الى ذلك. بالنسبة لي انا متأكد ان يعني القياسات داخل الباور سبلاي هي سليمة 100%. قد تكون هناك قطع تالفة خارج الباور سبلاي، لكنها لن تقوم يعني بضرب ترانزستورات الباور. يعني يمكن ان تكون يعني ترانزستورات اللاين وما بجانبها به مشاكل، لكن ترانزستورات الباور سبلاي لن يعني يصلها المشكل. لذلك سنحاول يعني تشغيل التلفاز ان شاء الله، سنحاول تجربته. يعني اركز واشدد على انه يجب استعمال اللمبة للمبتدئين، و ذلك فقط تجنبا لبعض المخاطر او لضرب بعض القطع التي قد لا تجد لها بدائل يعني لديك جاهزة. اذا هذه سنقوم بوصل التيار، سنقوم بتجربة الجهاز الان. طبعا الشاصي لا يسعق لانه لا يشتغل لمدة شهر او شهرين وهو يعني موضوع، فقط ابعده عن يعني قد تجد هناك مكونات نزعتها انت بنفسك وستجدها اسفل الشاصي، قد تقوم بإحداث شرارة وما إلى ذلك. إذا سنقوم بتجربة الجهاز. بسم الله. إذا الجهاز يشتغل، هناك صوت صرير يعني صغير وهو قادم من إحدى المكتفات، بينما الجهاز فهو يشتغل.
سنقوم بإلقاء نظرة على الجهاز. لاحظ معي هذا الخط الأسود لا يوجد أصلا في الواقع، فقط يظهر يعني مع الهاتف. لاحظ هذه الخطوط السوداء فقط تظهر في الهاتف، ليست موجودة في الشاشة كما تلاحظ. إذن الشاشة تشتغل بطريقة عادية جدا. إذن هذه هي البوردة الخاصة بها، هذه هي الترانزستورة التي قمنا بتغييرها، هذه الترانزستورة الكبيرة وهذه هي الترانزستورة الصغيرة. طبعا بفضل الله وحمده اشتغل الجهاز، وقمنا أيضا بتغيير الديودات. طبعا هذه كلها تدخل ضمن الأعطال البسيطة. إذن إلى هنا يعني نأتي إلى نهاية حلقة اليوم. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. وأتمنى من صميم القلب أن أكون قد أفدتكم في هذا الشرح. إلى اللقاء، ولا تنسونا من صالح الدعاء.